اعترانا الملل لكثرة القعود في المنزل، ونريد حقا أن نشعر بالإيجابية والمتعة. إذن تعال وحلق معنا في برنامج مقتطفات رمضانية، لنبحر سويا في جو روحاني إسلامي في حلقة من مقتطفات دينية، ولنرسو سويا أيضا في حلقة صحية للوقاية من الأمراض، وذلك في حلقة من مقتطفات طبية، وكذا أيضا نقف سويا على التطور الهندسي والتكنولوجي، وذلك في حلقة من مقتطفات علمية. كل هذا تجدونه في برنامج مقتطفات رمضانية، فكونوا معنا.